السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله النهاردة 7/6 ولازلنا في سلسلة فيديوهات مشاتل الفراولة. المشل اللي احنا فيه ده مشل غريب، يعني ناخد رؤيتنا في المشل وبعدين نتكلم. تخيلوا يا جماعة شتلة مزروعة كده على الايه؟ على 30 سنتي تقريبا. بص كده حضرتك، بص المشل ده عامل ازاي، 30 سنتي نص متر. بص حضرتك كده، بص الخط اللي انا فيه ده كده تقريبا على الشبر على 30 سنتي، ده مشتل. بص كده، بص كده، ده مش خط ولا خطين، المشتل كله بالوضع ده كده، نسبة كبيرة من المشتل بالوضع ده. بص كده على 30 سنتي، بص كده حضرتك، ها مسافة فاتحة شوية، هوب بص بغرز ازاي على 30 سنتي. ايه يا جماعة في ايه؟ بص كده، بص كده المشتل كله بالوضع ده، 30 سنتي نص متر اهو، 30 سنتي اهو، تقريبا كل المشتل تقريبا يعني بنسبة كبيرة في الوضع اللي احنا عايزين نقوله ده. طيب يعني ينفع يعني، طيب نقلع الجذور بقى نشوف ايه اللي خلاه عمل كده. نقلع الجذور، قلعنا جذور. بص لي كده حضرتك، انا عايزك تظهر لي الحاجات دي اللي انا ماسكها فيه في نص الشاشة باينة معاك. شايف دي كده يا جماعة، شايفين النماتود عاملة ازاي؟ شايفين النماتود عاملة ازاي؟ شايفين النماتود عاملة ازاي؟ شايفين النماتود عاملة ازاي؟ بص حضرتك، ولا دي مش نماتودة؟ شايف النماتودة عاملة ازاي؟ النماتودة دي جاية من الكوباية. بص كده شايف الجلد ده، شايف النماتودة واكلة فيه ازاي؟ باينة، انا عايز الدوائر دي كلها باينة في نص الكاميرا. طيب دي نماتودة جاية من الكوباية. طيب بص بقى الشتلة بقى اللي قدامنا ديت عاملة ازاي؟ بص الجدر حالته عاملة ازاي؟ ده عيب كوباية، ده جاي من الكوباية خلصان. هذا نبات وهذا نبات تاني اهو. بص حضرتك مصور الجدر عندي، بص حضرتك جاب الكوبايه خلصان، بص حضرتك جاب الكوبايه خلصان. المشل ده النهارده عمره تقريبا 20 يوم، بنتكلم معاه زرع يوم 20، هوب لقى التصقيط شغال جامد، راح التاني قال له ما تقلقش هعوضك اللي باع له كوبايات، راح مديله كوبايات مكانها. زرع لقى تصقيط، راح جاب من مد كان تاني، عمال يغرز عمال يحط طبعا على الشبر على الشبرين، عمال يغرز مليان شكل وانا مستوى الشكل بتاعك. طب انا ايه اللي يحطني في الوضع ده؟ انا النهارده معلش اتقرصت منك وخدت عود شتله منك وبصيت لقيته سقط مني، ما كملش 4 5 ايام عندي ما بيدقش وشغال عندي. انت هنا هتديهوني ببلاش، انت مش كسبان فيه؟ تقوم تديني شتله تاني مكانها، هوب 3 4 ايام ما دخلتش على 27 28 29 يوم وسقط التاني، فقل نفسه راح جاب من مكان تاني ومغرز الشتل عندي بالوضع ده عشان يعوض العفن اللي حصل عنده في الاول اللي هو ملوش ذنب فيه، اللي هو جاي اصلا من الكوبايه بتاعته. يعني انا الكوبايه عندي جايه هناك موبوءه فيها نيماتوده، ما خدتش حاجه عنده هناك، حطيت لي فيها ايه؟ حطيت لي عليها شويه الرمل وحطيت لي عليها ايه؟ دفعه مغذى ولا حاجه، طلعت لي بيها ورقتين فوق وبعتها لي، ولا خدت نيماتوده. ده الجدر بتاعي دوت اللي في الكوبايه ده اللي جاي عندي بالوضع ده، اللي سقط عندي في 4 ايام وفي نيماتوده بالوضع ده. الجدر ده اتعامل عندك في الكوبايه هناك، خد نيماتوده هناك عندك، خد عفن، اديتني الجدر، اديتني كوبايه اعمل بيها ايه؟ احطها 3 ايام وتسقط؟ تديني مكانها ببلاش عوض؟ اشتغل عليها 4 5 ايام ما تكملش عندي 10 ايام من عمر المشتل، يبقى 4 في الاول و5 ايام وسقطت. رحت لك اشتكيت لك، رحت مديني كوبايه ببلاش عوض عنها، اسخن من الاولانيه ازرعها 4 5 ايام سقطت الثاني، فوقت لنفسي رحت جبته من بره. طب ده كلام؟ طب دي كوبايه ديت دي شتله دي اللي هي الاولانيه والثانيه اللي هي متغرزه عندي على الشبر دلوقتي دي، ما هو الثاني بقى اداله ببلاش. فهو عشان يأمن نفسه راح مكان اللي سقطت زرع مكانها من اللي جاب بلاش، وكل عود من القديم اللي هو لسه ما سقطش خاف لو سقط راح زرع جنبه، ما هو ببلاش. طب وانت ببلاش انا ما دفعتش فيه فلوس، طب انا كده هستفيد بيه؟ انا لسه النهارده عمر النهارده احنا 7/6 وانت زارع 20، يعني النهارده بتتكلم في 17 يوم 17 يوم 18 يوم 20 يوم بالكتير، وحاله الجدر عندي كده، امال هتعمل معايا بقيت عمر المشتل في 7 و8 هتعمل معايا ايه؟ ودي شكله هاخدها انا ازرعها في الانتاج هناك واقعد بيها موسم كامل اخد بيها انتاج؟ طب ليه كده؟ طب ليه الكوبايه ما تبقاش نظيفه؟ طب انا اخد منك ليه بالوضع ده؟ طب انا ليه تضرني بالوضع ده؟ طب انا شكلي لما يبقى فيها النيماتوده عندي بالوضع ده دلوقتي انا هكلف عليها ايه دلوقتي؟ انا لسه 10 17 يوم والنيماتوده فيها كده والعفان عندي بالوضع ده، طب انا المشهد ده يصرف عليه ايه عشان يشتغل؟ اقول لك قلع وازرع مكان الذره ينفع؟ طب اشتغل عليه بالوضع ده، هشتغل على النيماتوده اللي بالوضع ده هشتغل عليها ازاي؟ اسحب من دلوقتي بقى، هضخ بقى من دلوقتي واكلف؟ طب انا في النهايه هلاقي المشهد ده صرف معايا ايه؟ وما اقدرش اقول له ما تكملش، انت حطيت خلاص حطيت العود والعود عندك طلع قلبه وعايز يشتغل خلاص، انا لازم اشتغل لك عليه. طب النهارده لك ان تتخيل بقى مشهد زي ده هيصرف قد ايه معايا النيماتوده؟ ويا عالم، ده انا كده يا دوبك 11 يوم 17 يوم اهو وشايفين النيماتوده عامله ازاي.
وانا كون اللي عندي عود بالوضع ده يعني في نسبه موجوده في الارض، كون العفان عندي بالوضع ده يعني في نسبه موجوده في الارض. طب انا النهارده المشتل ده هيكلف معايا ايه؟ انا ما اقدرش اقول له ولع، انا هشتغل عليه وهكلف. يبقى انا حضرتك من فضلك وانا بستلم شكلتي وانا بزرع انت بتجيب كوبايات، معلش مش عيب ومش حرام وما يزعلش. يبقى انا بستلم شكلتي اه، باخد النمو الخضري من فوق، وكل 15 20 30 كوبايه 50 كوبايه انت حر، شيك على كوبايه تشك فيها افرمها واغسل الجدار واحسبها عليك على قلبك وادفع ثمنها، بس شيك على الشكله بتاعتك. يبقى انا بستلم منك باخد، هاخد منك 1000 2000 3 5 10 زي ما هاخد. كل عدد معايا من الكوبايات اروح مضحي بكوبايه كده، قلع الجدر بتاعها كده، غسله منفضه كده من الفضايح اللي فيه، انفضه واطمن على الجدر بتاعي. تمام مفيش مشكله، واحسب العود ده اللي انا هشيك بيه ده احسبه على قلب، انا مفيش مشكله مش معترض، بس اطمن على شكلتي. انما انا هكلف هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسحب نيماتودا دلوقتي وهسحب اعفان، واعفان خراب بيوت ونيماتودا خراب بيوت، ومش ضامن النتيجه. لما اشوف ان بعد اسبوعين ثلاثه النتيجه رد الفعل متحرك مع المشتل ما اتحركش معايا، هسحب نيماتودا تاني وهسحب اعفان تاني بفلوس، وهسحب حاجات قويه. النيماتودا اللي عندي دي ملهاش حل، هسحب منتجات غاليه عشان تبقى قويه، والاعفان اللي عندي دي هسحب منتجات غاليه عشان تبقى قويه. فهو انا النهارده اقفل المشتل وخلاص ويطلع مسار والمين يطلع تعبان، انت مغرضها لي دلوقتي على الشبر، وما اقدرش اقول لك خف الشكله. انا ما اقدرش اغامر دلوقتي واقول لك امشي فيه سيب عود واقلع عودين، او العكس سيب عودين واقلع عود، انا ما اقدرش اغامر بدينا كمان، الشكله تعبانه، انت اللي حطيت نفسك في المأزق ده، انا عليها هشتغل لك عليه بس ما اضمنلكش عليه نتيجه. يبقى نرجع من الهدف من الفيديو تاني، انا ما امنش. انا كوبايه جايه دافع ثمنها هدفع فلوسها، من حقي تبقى سليمه. كوبايه زي 2 زي 5 زي 10 زي 1000، كل كوبايه انا هاخدها هدفع ثمنها. اطمن انها صح، اقلع اشيلها من الكوبايه، اغسل الجدر بتاعها قدامه، واطمن ان جدري سليم ادفع فيه فلوس، انما الوضع ده احرار. فاسف لانفعالي بس يعني انا مش عارف، انا هشتغل وهصرف عفان وهصرف نيماتودا وما اضمنش نتيجه. يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو، لو تابعونا على الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا من على اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه كده معاكم عشان نتواصل، 0147 6196. شكرا. بعتذر.